طبعا اه طبعا يعني مفيش فرصة اي اكبر. وسيلة للمفاجآت خلاص. صعب يعني، مش موضوع ليس مستحيلا، انما كورة على الورق ما لسه ما حسمش يعني، ورق لسه ما حسمش، انما كورة بقى يعني كورة كده، احنا لعيبة كورة ومدربين كورة صعب. شايف المقاولين العرب في طريقه ان هو يستعيد امجاده السابقه وقرب جدا لو يشارك في افريقيا الموسم القادم. المقاولين العرب عمل المنظومة وركبت المعادلة اللي أي نادي في الدنيا نعملها. بيدور عليها، ويمكن احنا كان في حوار ما بيننا طويل في الموضوع دوت أيام أنت ما كنت ماسك في طنطا ومشرف عام على الكورة، وحققت معاهم نجاحات كبيرة جدا في لجنة الكورة مع المحاسب فايز زعيبي. المعادلة بتقول في مجلس إدارة، تمام؟ مجلس الإدارة ده جاب مدير فني ماشي ومجموعة لعيبة، التلاتة دول كميتهم ركبت مع بعض فحققوا هذا الايه النجاح. تكمل بقى المنظومة دي تفضل كده زي ما هي ماشي تكمل.